ميسي مارادونا. هلا بدي احكي لك شغله رهوفتي. انت لاحظيها لما ناس يروحوا على المستشفى يباركوا لزلمه انه اجا ولد يتربى بعزك. لما تيجي بنت ان شاء الله بتشوفها عروس، هو رح يتربى بعزه، رح يشوف عزه، وهي اخرتها بيتها وجوزها واولادها. يعني حتى احنا التفرقه اللفظيه لسه عم نعاني منها ومنعيش فيها. بال2019 لسه في وقت البنات، حتى وان يعني كانت الحمد لله ظاهره وتلاشت مع الايام، ولكن بمعناها المجازي لسه موجوده. الوقت لا يعني فقط بمعناها الحرفي، كثير في ناس بيحرموا بناتهم من التعليم، بيجوزوهم مجبرين غصب عنهم، زواج القاصرات، حتى مرات ما بيعطوها حقها في ذكر اسمها. يا بنت مزبوط. يا مرة.